خالد يوسف، يعني ده ضمانات تؤكد ان احنا امام ان شاء الله عمل سينمائي ضخم، وان شاء الله نقدر نبسط الناس ونعمل حاجه مفيده. شكرا جزيلا. انا مبدئيا كل فتره كده كل ممثل في محطه، فالفيلم ده بالنسبه لي محطه. الأستاذ خالد يوسف لي الشرف إن أنا أتجربه في هذا الفيلم، فكل فترة كده لازم أشطب في محطة مهمة لازم تركز عندها، فإن شاء الله يا رب أكون عند حسن ظنكم وأكون عند حسن ظن الأستاذ خالد، وإن شاء الله أنا موجود في هذه التجربة. شكرا لحضرتكم.